هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد 72 للفلاح. أكد مدبولي أن هذه المناسبة تأتي تخليدا لجهد الفلاح المصري الدؤوب عبر السنوات والعقود، وعرفانا بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن برنامج عمل الحكومة يكرس اهتماما خاصا بهدف الأمن الغذائي، ويرصد لتحقيقه إجراءات في مقدمتها مساندة الفلاح المصري عبر حوافز وسياسات تسهم في تعزيز زراعة المحاصيل ذات الأولوية وتوريدها للدولة بسعر عادل، وتزويده بالتقنيات والاحتياجات الكفيلة بالمضي بخطوات حثيثة نحو التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية وتدعيم سلة الغذاء الوطنية.